من امتى بتشتغل عند منصور عبود؟ من شي 5 شهور سيدي. وشو بتعرف عنه؟ كل خير. نعم؟ والله ما بعرف عنه غير كل خير سيدي. كل خير. تمام سيدي، خذوا خلينا مع بكير لأنه ما بيعرف إلا كل خير. تعال سيدي وحياة الله ما بعرف. امشي ولعب سيدي وحياة الله ما بعرف شيء. السلام عليكم. والله بعد اذنك سؤال. تفضل. هلا انا اذا بدي احط مصاري باسم حدا بس ما بدي اياه يقدر يسحب منه. اكيد لا. ليش؟ ما انا اللي بدي احط المصاري باسمه. إيه انت بتحطهم وهو بيسحب. طيب اذا انا حطيت المصاري اليوم باسمه واجيت سحبتهم بكره هو ممكن يعرف؟ لا ما بيعرف. عظيم. شو اللي عظيم؟ انه البنك ما رح يخبره. بس نسيت اقول لك انه اذا حطيتهم باسمه هو اللي بده يسحبهم ثاني يوم مو انت. يعني هيك والله ما استفدنا شيء. حضرتك عم تسأل وأنا عم جاوب. طيب أنا يعني عدم مؤاخذة بدي منك هيك تلاقي لي طريقة. من الآخر حطني بصورة الموضوع بلكي بقدر أخدمك. لك أنا معي مبلغ مصاري ومرتي عم تنق علي كتير بدي أني حط لهم باسمها بالبنك. إيه أنا خايف تعلق شي مشكلة بيني وبينها تقوم تسحب المصاري. ف يعني بدي تلاقي لي طريقة أنت هيك من عندك إنه المصاري يضلوا بالبنك وما تقدر تسحبهم. مشكلتك ما إلها حل، إذا صاروا بإسمها ما حدا بيقدر يسحب ولا فرنك إلا هي، حتى بطاقة السحب اليومي ما بتتسلمها إلا هي بموجب إيصال رسمي من البنك، وفيها بأي لحظة تطلب إشعار عن حسابها. معناتها مبكلي للصخ. فيني أخدمك بشي تاني؟ كتر خيرك، خدمتيني، شكراً. شكراً. أنا آسف يا آسف. يا ربي دخيلك شو بدي أعمل؟ وين بدي أروح فيها؟ صباح الخير جارتنا. صباح النور. أهلين دكتور. جارتنا أنا خير دكتور. شوفي أنا واقع بورطة وقصدك تساعديني دكتور ولا شغلت بالي عليك. أنا مختلف مع مرتي من فترة وهلأ من شوي إجا أبوها جايب لي الصغيرة مشان يضغطوا علي وعندي مشوار كتير كتير ضروري وما عندي حدا حط الصغيرة عنده. بقى قلت لحالي بلكي حبيبة قلبي إيه هات صغيرة عمو. تفضل. ولكن لك فكر. ممنونك. أنا بتقدر تروح مشوارها بس تعرف شو أنا ما عندي حدا بالنسبة للحليب والمبروني والهذا. ما تهتم كل شي بدك إياه موجود بهي الشنطة الحليب والحفوضات وحتى اللعب تبعها. إيه كتير كتير منيح. خلص روح ولكن لك فكر لا تهتم هم تيسر مشوار. أنا ممنونك جارتنا. الله معك الله معك. يلا رجول يلا جوا يلا يلا لجوا. ايه شو مسوي؟ ها؟ شو مسوي؟ والله ولا شيء. هبوني على الشهادة بس ما حكيت ولا كلمة ونزلوني لهون. شو موعد حدا برا يعني؟ لا وحد أمي. منيح لأنه كنت رح تتأخر عليه. معنا انت بيار نام يا. لا الحمد لله وشك كتير احسن اليوم. ايه جبت لك اياهم. ما بعرف لأني ما عم أروح بس بعتقد أوضاعه منيحة لأنه لو صار شي كان حدا خبرني.
والله ما بعرف، بس احساسي رح يقطع رزق ناس كتير. ماشي، هلأ بحكي معه ومشان الانتقام إحساسي رح ينتقم من كل العمال. يعني إذا بده يعمل معه شي شو فينا نساوي؟ الولد جانن على الآخر، ما حدا عم يقدر يوقفه عند حده لأنه ما عنده كبير. إذا خالته جمانة راس الحية، ابنك الحية نفسه. أنا آسفة، أعتذر، مو قصدي. قبل ما تقطع لسانك كنت عم تجاوبني كتابة، فكرتك عم تمزح أو مو جاي عبالك تحكي، تاري كنت عم تمرن حالك. شو أستاذ؟ رح تضل متفاجئ كتير؟ لا قصدي أمسيت شو اللي بدك تعمليه وأنت بهالحالة؟ شبه هالحالة؟ بشعة؟ لا بس طبعاً بشعة، بس الأبشع هو اللي عمله مو وشي. طيب فينك تحكي لي شو القصة؟ يعني بصراحة من وقت ما دخلتي من الباب وأنا ماني حسنان ركز أبداً، شو صاير معي؟ اللي صاير معي إنه أنا تعرضت لاعتداء فظيع وبدي الأمسية، مشان هيك بدي حط كل مثقفين البلد بالصورة. شو دخل المثقفين؟ بالأمسية بتعرف. يا مدام يعني الموضوع شوي محرج. محرج؟ عم قلك أنا تعرضت لاعتداء فظيع وبتقلي محرج؟ لا تفهميني غلط، أنا عم بحكي عنك، يعني أنا بخاف تنحرجي من تطليعات الناس إلك. أنا هذا اللي بدي إياه، بدي الناس يشفقوا علي لأنه الشفقة هون عدل. هلا اللي عم تحكيه صح، بس ممكن يكون في طريقة تانية. كونك تعرضتي لاعتداء ممكن تخبري الشرطة، يعني مو تعملي أمسية. يا أستاذ أنت بتشوفني شاعرة ولا لا؟ طبعا شاعرة، ومن أهم شاعراتنا كمان. معناته حقي أمسية بالمركز؟ طبعا، وأنا جهزت البطاقات ودعيت بعض أصدقاء المركز، بس أنا ما كنت عارفان شو القصة. وهلا شو اختلف؟ أنت درستي الموضوع منيح؟ طبعا. وحاسبة كل النتائج؟ المتوقعة وغير المتوقعة. إذا هيك ما فيني إلا وقف معك، حتى لو بدي يوجعني رأسي. وجع رأس إلك ما في، حدا طلب منك أمسية وأنت لبيته. أي شيء بصير بالأمسية أنا بتحمل مسؤوليته، مو أنت. ماشي، تكلنا على الله. بدي أعرف مين بده يضرب. أنا بربيك يا ابن الكلب، بعد كل شي عملته معك بدك تقلعني؟ سيدي حاولت افهم منه شو القصة، ما قدرت. لازم حط سيادة اللواء بالصورة، لأنه الموضوع ما بينسكت عنه، وخصوصا إذا كانت معلوماتك صحيحة. سيدي أنا متأكد. طيب شو مصلحته بالموضوع؟ رؤوف انتقامي بطبعه، بجوز هذا الدكتور زعجه بشي، بيقوم بينشر مواد باسمه؟ إذا وقفت على المواد محلولة. شو في غير هيك؟ والله ما بعرف يا سيدي، بس إذا بدك بجيب كل شي بظرف أيام وبعمل لك ملف كامل بحط لك على المكتب. عمل جهدك تعرف ليش هذا الدكتور بالذات ومين يلي نشر المعلومات عنه. حاضر سيدي، بس في شغلة تانية. شو هي؟
الأذن تبع رؤوف. شو بو؟ صار جاي لعندي 3 مرات وعم يتدخل علي بأنه ينتقل من عنده. لك يا فايز، أنت بتعرف أنه ما فينا مننقل حدا من عند رؤوف إلا إذا بده رؤوف. سيدي عم يعامله بطريقة كتير سيئة. هذا الموضوع ما بدي إياه، خليني بالموضوع الكبير. الملف بدي إياه بإيدي، وما بدي رؤوف يحس بشي حتى ما يصدر عنه أي تصرف قبيح. أمرك، رح حاول قد ما فيني. وخبرني بسرعة. تأمرني شي تاني؟ سلامتك. احترامي. مع السلامة. احترامي سيدي، في موضوع كتير ضروري بدي شوفك من شأنه. تفضلي. الله معك، مع السلامة. أهلين أبو مقداد. أهلين، أهلين أبو مروان. شرف. على رأسي. صباح الخير. يا صباح النور. اهلين ابو الزين. شو صبحيه نسوان ولا بدك تشتري شيء؟ لا اذا بلش هيك السلام عليكم. لك طول بالك، شبك يا رجل؟ ما حكينا معك شيء، عم نخفف دم عم مسحه. والله هلا انت هيك بالعاده بتخفف دم على العالم. لك خلص بقى، افرطه ولو عود. تشرب شاي. طلع فيني لشو؟ لك شبك هيك مبشبش؟ تقول ضارب لك شي سيجاره حشيش على الصباح؟ والله ما نمت امبارح. من البرغاش؟ اه والله من الحاره. يستر اختك ما تذكرني. ما عم بقدر نام يا رجل، اقسم بالله العظيم ما عم بقدر نام. والله ولا اللي سامعك يا ابو الزي، بس شو بدنا نعمل؟ خلص خيو، رح نساوي اللي اتفقنا عليه، ووقت اللي بجد الجد بنتصرف. انا خايف ما يطلع بايدنا شيء بالاخر. لك وقت كنت اقول لك هالحكي ما كنت تصدقني. بس بطويله بقصيره ما رح اسكت. أبو مقداد. أمر. لك شو بك احكي؟ بدنا عملي. والله معك حق يا أبو الزين، كلياتنا بدنا عملي. والله يعلم بحالتنا بكرة بعد الهد. لا أنا بدي أخذ منك كم ليرة لبين ما أفتح المحل. ليش ما فتحوا لك يا؟ سكروا شهر والله. لا لا الحما والله ما لهم حق. هلا معك ولا ما معك؟ قلنا لك، قلنا لك خلينا نجيب اسماء النسوان تبع العياده انا وياك وجابر ونستفيد بكم قرش. ما قبلت. ابو مقداد الله يستر على حريمك، هي السيره لا بقى تفتحها معي. لك يا ابن الحلال الشغله فيها رزقه منيحه، ويا باسط هالراس تبعك لا انت ماني عرفان. اخي بدك تلبيني اهلا وسهلا، ما بدك السلام عليكم. لك طول بالك شبك، شو حكينا لك؟ بتضل هيك بتقب مثل باروز. لك عمي انا ما بشتغل باذى الناس، صرخ ارسم لك اياها، ما بشتغل باذى الناس. خلص روق روق، والله فهمنا روق. شو؟ شو شو؟ شو من شان المصاري؟ بتعطيني ولا لا؟ انا؟ منين يا حسره؟ ما شايفني عم لم اغراض العالم لانه ما معهم يدفعوا مصاري؟ ما في، الجيبه فاضيه. عادي. كتر خيرك يا بضاي، طول عمرك سكرت ومعدل. المعدل هو اللي بيقدر يفتح محله وما بيحتاج الناس يا ابو الزين. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما عندنا خيو. ليه عم تعيط علينا؟ لك روح امشي. في أوامر صرف بقيمة 8 ملايين صدرت بهالسنة. مشان طلبيات قماش ورواتب ومحروقات وقرطاسية. إيه بس يعني 8 مليون كم شهور مو كتير؟ قلت لشو؟ أستاذ عنا 300 عامل. رواتبهم لحالهم بتطلع أكثر من 4 مليون. تعمل لي جدول بأسماء العمال، كل واحد اسمه، شو بيشتغل، وقديش بياخذ. حاضر. غيره. استاذ قبل 10 ايام صدر امر صرف ب 100 الف ليره. مشان شو هدول؟ اجره مشفى ومعونه لاسره عامل عنا. مين العامل؟ حارس الباب الرئيسي استاذ. ابو زيدان؟ نعم ابو زيدان. دفع للمشفى؟
نعم استاذ. توقف لي اي مبلغ تاني. بس الوالد قال. انا اللي بقول. انت بتنفذ وبس. حاضر. بس هذا العامل اللي صعب عنا بالمعمل ومن حقه انه يتعالج على نفقة المعمل. قوم شرف، عود محلي حلو البوط على كيفك. شرف. عفوا استاذ، بس اللي اياك انا ما بقصد هالشيء، بس اقترضك. معناتها نفذ وبس. حاضر استاذ. معلم، في واحد اسمه ابو فواز بده اياك. ايه خلص، تركوا من ايدكم، نكمل بعدين. روحوا على مكتبكم. يلا خليك. حاضر. يلا لك حيوان انت وياه. بدل يلا بسرعه لكبيس. ايوه سيدي. يلا بدل بسرعه. يلا قوم. بس يلا قوم. قوم لحلح. يلا تعال دبس محله. تعال يلا قوم. يلا تعال دبس. تعال زين يلا محله. روح يلا زين. روح ليك. شو عم تساوي هون؟ نام هون. يلا تعال هون. نام. ابر خد عليك. خمس ايام والله الشغله جد. ان شاء الله فاكرين الناس بقر عندهم وامتى ما بدهم بيزتوهم برا. يا سيدي لو بيطمروني مالي طالع من هون. عم تسمع؟ مالي طالع يعني مالي طالع. العمى لك مو بقيان غير ياخذوا حق النفس اللي عم نتنفسه بقى. قسما بالله مو بقيان غير هيك. شرف مو هي الدولة اللي حضرتك تتغزل فيها؟ لك مو هي الدولة اللي حضرتك خدمتها 30 سنة؟ وينها؟ ليكا زتتك بالشارع مثل ايها. تفضل خليها تحن علينا. لك خليها تحن علينا وتعتقنا. لسه عم تقلي الدولة. امي خلاص اسكت، خلينا نعرف نفكر. لك يا امي بشو بدنا نفكر؟ لك انت عرفاني شو يعني خمس ايام؟ يعني معنا خمس ايام هذا انذار نهائي. شو بدنا نعمل فيهم؟ لك امي مشان الله خلاص اللي فيني مكفيني. اطلع على غرفتك وخلينا لحالنا. لك يا امي اي غرفة؟ بعدين هي ان الجاج اللي فوق البطيخة بسميتيها غرفة؟ لك اذا العود كسر لي لا وما دفع حقه كمان. لك خلاص ما ولا خلاص ما لازم ابعود. انت بدك رسل يربطوك عن شي حاوية. هلا صار لنا ساعة عم نحكي انه بده يهدوا لك البيت وحضرتك ساكت مثل ما قتله قتيل. وقت حكينا على العود هالبيت. يا سيدي بدك تدفع لي حق العود ان هدوا او ما هدوا. لك علي الحلال يا سيدي. ابو العيشة برجلي بقى. عم يضربك ضرب. واحد بجيب اولاد لحتى يكبروا ويريحوا ولحتى يشنهوا براسه. كفينا الدولة عم تدوز على المتقاعدين كمان. أولادنا بده يدوزوا علينا بيعودهم بمواويلهم. أختي مالي دافع حق العود. يعني مالي دافع حقه. لك بدهم يهدوا البيت. بتعرف شو يعني بده يهد البيت يا أبو حسام؟ أمر الله. شو بدنا نعمل؟ اللي الله مقدره بده يصير. بس علي الحلال لو بيهدوا البلد كلها حق العود ما بدفع. عدم مؤاخذة يعني صار لك مقعدني أكثر من نص ساعة هون. ممكن أعرف أنا ليش هون؟ شو هيهز؟ أنت عم تحكي مع طبيب مو مع آذن؟ بعدين لو سمحت احكي معي منيح. نعم. شو تفضلت؟ مثل ما سمعت. بعدين إذا بتريد أنا بدي ضابط أحكي معه.
يعني نحن مو معبين عينك هون؟ لك يا اخي معبي ولا مو معبي ما لها علاقه هي بهي، انا من حقي اللي بده يسالني يكون ضابط، انا بدي ارتب احكي معه. شرف هلا بنسالك. انا ما رح اجاوب الا بوجود ضابط، عيب هذا اللي عم تساويه. انا لهلا ما بعرف ليش انا هون وكانك رح تنطرني خمس ساعات لحتى تسالني، ما رح اجاوب الا بوجود ضابط. خلص عود هلا بسالك. ما بجاوب الا بوجود ضابط، حتى اذا بدك تستغل اني انا تحت ايدك وتضربني، انا ما بحكي ولا كلمه الا بوجود ضابط. انت ليش عم ترفع صوتك؟ ليش؟ وطي صوتك احسن ما ازعجك. ها تزعجني؟ هذا اللي كان ناقص. يلا شرف زعجني. يا جماعه انا بدي ضابط. لك ما في شيء رتبه بهالفرع. خلص يا دكتور، تفضل تحل الموضوع. ما بدي حل شيء، اذا بتريد هلا بدي ضابط. يا دكتور اذا بتريد، اذا بتريد انت بعد الشيء ايدك عن. ليش عم تعيط؟ شو بو هاد؟ انا الدكتور منصور عبود، طبيب نسائي. انتوا وجهتوا لي دعوه لهون على الفرع، وانا من حقي اشوف ضابط. احسن ما يقعدني عنصر عنده 10 ساعات بالمكتب وما عم يحكي معي ولا كلمه، وكاني قاتل قتيل وعم يلعب لي باعصابي. هدي حالك، انت فرع من؟ هدينا. انا من حقي اشوف ضابط. طيب شرف على مكتبي. ما رح افوت لمكان قبل ما اشوف ضابط. عم اقول لك شرف على مكتبي. شو بك لحتى شو جهاز النقيب؟ يلا شو بو كلب يا زلمه، اقسم بالله ما حكيتوا شيء. لكن ليش عم عيا؟ شو بيعرفني؟ كنت عم اكتب جدول مناوبه، قام انزعج الاخ، ليش ما ضربنا له تحيه من الاول؟ ليش ما زعلته شيء؟ اقسم بالله ما حكيته ولا زعجته، واحترمته ووجبته وكل شوي اعتذر منه، اخي بس هدول ناس كلاب، قال دكتور قال، اي فراش عندي ما بحطه. بس ما يخبص قدام النقيب عليك، انت حرس، شو ما عندك غرفه تحقيق؟ عم تتمنظر؟ اخي لا منظره ولا شيء، لك سيدي، بعدين يخبص، والله ما حكيته، ما حكيته. يلا سيدي، حصل خير. ماما أنا مخنوقة، قلبي حيطة. شو بده يكون صاير بالبنت هلا؟ يا ربي ماما أنا ما عاد قدراني أتحمل، مخنوقة رح طق رح موت. ماما بوس إيدك ليلي حلمة. طولي بالك دبري قلبي، طولي بالك ليجي أبوك، يلا بنشوف شو بده يساوي. ليش عم تبكي بابا؟ ما لحقت تشتاقي لها؟ أنا ما عاد قدراني أتحمل ولا لحظة بنتي تكون بعيدة عني. يا بنتي طولي بالك، ما بصير الحكي، ما بصير، لازم تحملي. شو بنا؟ ماني قادرة، خلص أنا انخنقت، ما عاد قدراني بابا. ما في حل غير هيك، جوزك ساق بالقصة ومو فارقة معه لأنه مرتاح، بس وحياة عينك بكرة بدك تشوفيه جاي زحف لحتى يصالحك. لك خلص بابا خلص، ما عاد بدي إياه، بس يترك لي بنتي ويدلع. أنا بدي ربيه لأنه تجرأ وتواقع وحكى معي بقلة أدب. يا بابا يا حبيبتي انت اسمعي مني وما بتكوني غير رضياني. لك بابا انت ليش ما عم تفهم علي؟ خلص انا ما عاد بدي اياه. انا ماني مجبور ربي له بنته. هي مو بس بنته، هي بنتي كمان. ولو هي بنته هو مجبور فيها لانه تافه وقليل اصل. لك خلص بابا خلص، بوس ايدك انهي لي هالموضوع بقى. خلص اتركيه كم يوم وبعدين بنشوف. خليه يتلبك بالبنت شوي حتى يعرف قيمتك. بس ضلم تنح، أنا وقتها بروح بجيبها. ماشي؟ ماشي. تمام سيدي. حاضر سيدي. خذ. أهلين دكتور. أهلين فيك. شو قال صوتك كان معبي الفرع كله؟ أنا آسف بس تعاملت معاملة مهينة وما شفت قدامي طريقة تانية. بس حضرتك دكتور وبتفهم بالأصول، بعدين الصوت العالي بتعب الأعصاب مو هيك؟ عن جد كنت مضطر. كتير أحيانا منضطر لأشياء بس منفضل نعملها بالسر. بس أنا انهنت من عنصر. أنا ما عم بحكي عن صوتك، أنا عم بحكي عن ألمك. ألمي؟ إيه الألم الممتاز، لازم يرافقه صوت عالي ولا شو؟ ما فهمت عليك. هلا هيك بدنا نشتغل، وقت بدنا منكون دكاترة وما بيصير حدا يعاملنا بطريقة غير محترمة، لأنه نحن ناس فهمانين ومعنا شهادات عالية. وقت اللي بننسأل شي سؤال ما بيعجبنا منصير ما بنفهم، مو ظابطة ولا شو؟ بس أنا عن جد ما فهمت شو قصدك. أنا بعتذر لأنه التدخين ممنوع عندي هون بالمكتب، وقال لك إن ضيفتك سيجارة. ولا يهمك. احكي لي شو اللي زعجك؟ بس بدي اعرف ليش انا هون. ولو
انت بضيافتي. يا سيدي ممنونك، بس انتوا ليش استدعيتوني قصدي؟ يا اخي بدنا نتعرف عليك، وين المشكلة؟ شو؟ شايفك سكتت؟ سيادة ال... عفوا انا ما عرفت شو رتبة سيادتك؟ النقيب يوسف. تشرفنا. سيادة النقيب، انا اجيت لهون باستدعاء رسمي منكم. نقعوني ساعة بالكوريدور بعدين فوتوني لعند عنصر قعد يقرا بالجريدة قدامي لحتى يحرق لي اعصابي. انا بس بدي اعرف ليش انا هون؟ من ايمتى بتنشر بالانترنت يا دكتور؟ من شي 5 سنين تقريبا. طابع مقالاتك كلها سياسية. انا بعمري ما كتبت بالسياسة، انا بكتب باختصاصي يعني بس بالمجال العلمي. الانتقاد السياسي يعني؟ انا مالي علاقة بالسياسة، انا بكتب بامراض النساء يعني باختصاصي الطبي حصرا. والمقالات اللي منزلها الموقع الاحلام؟ موقع الاحلام بعمري ما سمعت فيه. بس شايف؟ لا لا عن جد ما بعرفه. شلون بتكتب فيه اذا مالك شايفه؟ ما تكون عم تكتب بالعتمة يا دكتور. انا بعمري ما شفته ولا قريت فيه يا سيادة النقيب ولا حتى تصفحته. شو رايك تجي تعمل لي كفين كمان؟ انا اسف، انا فعلا اسف، بس عن جد ما بعرف. مرسلي واصل الدكتور على الباب. يعني خلص الاستجواب؟ استجواب شو يا زلمه؟ حبينا ندردش معكم مش الحال. شكرا جزيلا، فرصة طيبة. أهلا وسهلا، وما تواخذنا على الإزعاج. لا ولا يهمك، حصل خير. ومنعتذر على الطريقة اللي ما عجبتك بالاستقبال. ما في مشكلة، حصل خير. يلا سلامات. دكتور، لو سمحت راجعنا بكرة بنفس الموعد. عفوا سيادة النقيب، أنا عندي عيادة. بكرة بنحكي. الله معك. ألو. يا ابني خلي يجيبوا لي الشاب اللي بيشتغل عند الدكتور بالعياده. مين جابر؟ نعم سيدي. لك العوا. نعم سيدي. طالع عندي بسرعه. نعم لا لا بسرعه تحركوا لك. ساعدوه. ساعدوه لك. شوف المفاجاه. يلا سيدي. حرك بسرعه. لحظة والله لك شو بكي؟ حيرتيني ها؟ عن جد حيرتيني؟ يعني فاهميني انت شو بدك؟ ليش عم تناديلي اذا عم تبعديني عنك؟ رسيلك على بر يا بنت الناس؟ وحياة المصحف مالي عرفاني شو بدي؟ رؤوف خلاني وحدة مجنونة واشة كل ساعة بعقل. ساعة بلست حالي من الشباك، وساعة بدي اهرب وروح لعند اهلي، وساعة بقول بدي اقتله واقتل حالي، وساعة بقول لعن ابو الفهم. اعترف لك بسر، رؤوف مو انسان، رؤوف وحش مريض. بس انا تعبت والله العظيم تعبت. يعني بتعرف انا شو كل اللي بدي اياه؟ بس هيك حدا يكون جنبي يسايرني، اخذ واعطي انا وياه، يحن علي، يطبطب علي. بس والله وهي أنا جنبك والله العظيم بحبك، بحبك يا بنت الناس. بعدين أنت لانك أول مرة ولا آخر مرة بتخون جوزها. بعدين شو هذا الجوز اللي عندك اللي عم تحاول تدافع عنه؟ هلأ كنت عم تقولي عنه مريض ووحش ومانه إنسان. أنا محلك ما بتردد ولا لحظة. خايفة. من شو؟ خايفة من كل شيء. خايفة من رؤوف، خايفة من الناس، وخايفة منك. خايفة مني؟ شيرين أنا مستحيل أذيكي. أنا بدي إياكي تنسي الكل، انسي الناس، انسي رؤوف، انسي الحبس اللي انت فيه. أنا بدي إياكي تتذكر شغلة واحدة بس، إنه أنا بحبك ورح ميت راسمي تحت التراب بحبك.
هاي موقوف. يعني استنى هون. هذه موقوف جاهزة. ايه جابر، شو بتعرف عن منصور؟ كل شي بدك يا سيدي. نعم؟ بعرف كل شي بدك يا سيدي. بيت نوفل وين؟ هون هذا؟ ايه عادي. مرحبا ست راسي. اهلين خالتي. بدي الشاب اللي عندك الله يحفظ لك اياه. شو الشاب اللي عندي؟ مدري شو قالوا لي اسمه، نوفل يمكن. يمكن. وشو بدك منه؟ عاوزه بشغل. رح نادي لك له. ناطرك ست راسي. نوفل، يا نوفل. أمور معلم. أنت نوفل تقبرني؟ إيه أنا خير. سؤال وجواب أخير عينه. إيه تفضل. في عندكم بنات لجواز؟ شو قال؟ دلونا لعندكم قال في عندكم بنات لجواز. عاد اللي بده يتجوز بيحكي بهالطريقة هي؟ عتبك على المفهومية سيد راسي، بدك ما تدقي. غلطان عيني، نحن لا عنا بنات ولا عنا جواز، الله يرضى عليك. لك ليه عم تقطع من عندك؟ شوف لنا أختك أو ست أمك إذا بده يتجوزوا. لك أنت شو عم تحكي أنت؟ لك روّي روّي، إكرام إيدك محفوظة. أنا لم أقول لك. روّي روّي، لك كل الحارة دلتني عليك وقال بشتغل هالشغلة. حارتنا ضيقة وزبطنا بنظبطها. لك أنت واحد قليل أداب وما بتستحي، لم هون. لك المرة اللي فتحت لي الباب رأس مالها 2000 ليرة، ولك 1000 كم. هي لعن أبوك كلب. دوروا لك دوروا وراء. دوروا لك خلاص يا كلب، 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 خلاص يا كلب. ابي ربي ابني مشان مره جاي ما عملوا طعم السما. يلا هاي سامي يا امي، يا امي مرحبا ابو جابر. ابو جابر صار له شيء؟ اقسم بالله ما صار له شيء، بس انت ما اجيتي امبارح، حبيت اطمن عليك واجي زورك. ابو سيدك قالي لي ابو جابر صار له شيء. وحياه عينك وضعه مثل الاول، بس انا اشتقت لك ووعدتك بزياره واجيت اشرب معك فنجان قهوه. ايه الحمد لله الحمد لله. ايه فوتي تفضلي 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 تفضلي. الحمد لله الحمد لله تفضلي. دخيل عينك ما تواخذيني ام جابر، والله لو عارفه انه هيك رح ينخض بدنك ما كنت اجيت. اهلا وسهلا تفضلي تفضلي. امي ابي مات؟ لك لا لا، ابوك كثير منيح، بعت لي ما شاء الله. والله العظيم لو عارفة انه هيك رح اهزلكم بدنكم كل هالقد والله ما كنت اجيت. لا اهلا وسهلا. لا تقبريني، ابوكي ما صار له شيء، الست انت صار جاي تزورنا. تعي اعملي قهوه. يلا امي يلا. اهلا وسهلا تفضلي تفضلي. الحمد لله ما في شيء. تفضلي تفضلي. مرحبا سيد راسي. ويترحل. شو يعني؟ على المشفى يا ابو فهد. حلو حلو حلو، خليه يتربى هالكلب. لك تربى وشبعت الباقي. وامتى ما احتجنا معلم نحن جاهزين. والله على الحاجه شكلي مالي هنا يا فواز، في شغله هيك على السريع. هات لنشوف. انت بتأمر معلم؟ في مره. اسمع ام حازم، بس شكلها هيك مزبطه امورها مع السيد الوالد. اسمع مروق لعندي لهون منحكي تشكشك. موسيقى
بكره ان شاء الله. ما بتأخر ايه؟ أهلين فيك. أهلا مدام شرفي، تفضلي أستاذ علام جوا. لا لا بس في بنت بقسم القص اسمها ريم، مصيدة على شوية أغراض وما معي رقمها. طيب لحظة لأتصل بالقسم خليها. لا لا ما في داعي تنادي لها، ما بدي أعطل عن شغلة، بس جيب لي رقم الموبايل تبعها. بدي ريم اللي بقسم القص. بدي اياها مدام. عفوا بس الاسم مدام؟ مريم. مدام مريم. طيب شكرا كثير. لحظة هلا بتطلع مدام. اهلا وسهلا. شرفتينا يا ست انتصار. تسلمي يا ام جابر، تسلمي. شلون بدي فوت على الموضوع؟ والله مو وقتها. العمل الشيء بصير معي. أهلين مدام جوا. أهلين نمرون. كيفك؟ منيحة. وين الأغراض اللي وصيتك عليهم؟ بس بتعرفي مو لحق عليكي، ضاع الموبايل تبعي ورقمك راح معه. تعي نحكي برا. أه؟ مستغربة إني بدي أشوفك. ما أهلا وسهلا منام. أكيد مستغربة، بس أنا محتاجتك موضوع ضروري كتير كتير. خير؟ هلأ ما فيني أحكي شي، أعطيني رقمك مشان أحكي معك ونتفق وين بدنا نحكي. خير مدام، قولي لي في شي. هون ما بيمشي الحال، هلأ بس تخلصي دوامك منحكي. شو رقمك؟ أعطيني إياه. ما بتندم. 0991. يا ترى اختك كانت مزعجه القصه.